تشكيل تاريخ المنتخب المصري بالنسبه لهاني حتحوت. بشوفها في التلفزيون بتعجبني، بس اول ما جيت ناحيتها اتخضيت كده، فاهم؟ في ناس كتير بتخاف منها. هي بتخوف بصراحه. انت هسالك سؤال، انت مواليد كام؟ 88. 88، يعني انت عاصرت نص من اول نص سنه بالظبط. صح صح. هكتب اللي عاصرته بقى. ايه رايك؟ عشان اللي عاصرته. اللي انا عشته اتفرجت عليه بنفسي من نص التسعينات. تتكلم مثلا من اول فريق الاحلام بتاع الزمالك، بتتكلم من كاس اون 98. صح. دي بدايه صح. بعد كده بقى بكل اللي جاي. صح ماشي، نبدا من حراسه المرمى. ما ينفعش اعمل الاختيارين في كل مركز؟ لا مثلا ما كانش حد غلط. طيب حراسه المرمى الحضري. ماشي يا عم عصام، ماشي حبيبنا برضو. باك رايت ابراهيم حسن. ابراهيم حسن اهلي وزمالك يعني حاجه. فاكر مين اللي كان بيعلق كده؟ حضرتك انت مين؟ قول الطريقه كده. يقول لك خط الظهر من يمين الشمال، ابراهيم حسن. كان مين؟ هشام ياكن. كان مين؟ كابتن علي زور. علي زور صح، الله يرحمه. الشمال من اللي انا شفتهم سيد معوض. ماشي. سنتر باكين المساكين هاني رمزي. رمزي وائل جمعة. وائل جمعة ماشي حلو. هعملها 4-1-4-1. ماشي. هحط في نص الملعب انا هاني حتحوت المدرب. تامر عبد الحميد. دونجا. قدامهم بقى نعمل كده ايه، رصة في نص الملعب يقودها ابو تريكا. ماشي. لا ابو تريكا. وحازم امام. وحازم ده تامر حميد هيجري جري. وممكن يعني احمد حسن. ماشي. انا بعشق لعبه. مين؟ بس انا قبل كده اخترته ولقيت ناس بتقول لي يعني انت سايب كل الاسماء دي فانا هختاره. مين؟ طارق السعيد. ماشي. اول واحد اختار طارق السعيد انت، بس طارق كان لعيب كبير قوي على فكره. قوي قوي يعني. انا تقريبا من الناس اللي حببتني في الكوره يعني، هو حازم امام طبعا. طيب الهجوم ناقص واحد، حسام حسن طبعا. اعتقد كل الناس اتفقت على الاسم ده عندك صح؟ لا في ناس بتحط كابتن خطيب، في ناس بتحط في ناس صح. بتحط كابتن جمال عبد الحميد. ما انا عشان كده قلت لك ان انا هختار من اللي انا شفته. غريب ما حطيتش صلاح يعني. تركية صعبه دي. تركية دايما بتتنسي بس. انا مش عارف ليه شهر دايما معاك مداخلات كده. قال يعني كان مقطعين المداخلات معاه بس. تصدق والله بس خلاص هتشيل دي. ممكن نعيد الفقره دي. شيل طارق السعيد. صلاح طبعا. صلاح هو يعني الاستاذ طبعا. لو انت كنت ما كنت ساعتها كنت كتبت، كنت قلت طبعا انا شايل صلاح ان هو يبقى المدير الفني. بالظبط محمد صلاح. لا انا المدير الفني بقى، بس صلاح هو رئيس النادي. اكتب هنا بعد اذنك هاني حتحوت. هاني نورتني. انا عارف ان انت جدا انا كنت معاك. كنتش عارف ان هسالك في ايه ولا انا كنت عارف اسالك في ايه. دي ميزه الحلقات. شرفتني. انا كنت معاك جدا يا ميدو، دايما متالق ومبسوط جدا منك. بتمنى لك التوفيق. شكرا. برنامجك واحد من احسن البرامج اللي انا بحب اتفرج عليها حتى ساعات على اليوتيوب. لان انا عارف ان انت فيك ميزه ان انت اونست. الحمد لله. وما بتبينش ميولك. ودي ودي ميزه يعني ساعات ناس بتعاتبنا عليها، لكن انا بحس ان احنا لازم طالما ان احنا واقفين هنا او في مكانك لازم ان احنا نبقى شغالين بيه. الحمد لله. مشكورك. شكرا يا ميدو. شكرا على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليك. شكرا.